أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. تناولت منظمة ريتش الدولية للإغاثة الإنسانية في تقرير جديد لها عن المحاولات المبذولة لغلق آخر مخيم للنازحين في الموصل الجدعة الخامسة، العقبات الأمنية والخدمية التي تواجه أكثر من 1000 عائلة تروم العودة لمناطق سكنها الأصلية في مدينة الموصل والحضر. وذكر التقرير الذي ترجمته المدى أن 56% من العوائل أشارت إلى وجود عوائق للانسجام المجتمعي في مناطقهم الأصلية، فيما تحدثت 85% من العوائل عن عدم وجود نية لها للعودة خلال 12 شهرا القادم. وأشار إلى أن النقاشات كانت عبر السنة الماضية حول إمكانية إغلاق مخيم الجدعة الخامسة جنوبي الموصل الذي يعتبر آخر مخيم في البلاد عدا المخيمات الموجودة في إقليم كردستان، حيث تتواجد فيه 1022 عائلة بواقع 4916 شخصا، تشكل النساء والأطفال النسبة الأعظم منهم. إذ بيّن التقرير أيضاً أن هناك عدة عوائق تقف أمام العوائل التي تروم العودة إلى مناطق سكنها الأصلية في مدينة الموصل والحضر. من هذه العوامل هي الخوف من الظروف الأمنية وعدم احتمالية حدوث انسجام اجتماعي مع السكان عند عودتهم، وكذلك عدم توفر مكان للسكن نتيجة تضرر بيوتهم وغياب الخدمات الأساسية من مياه صالحة للشرب والرعاية الصحية والمدارس. وشدد التقرير على أن المنظمة أجرت استطلاعاً أظهر أن 47% من العوائل أعربت عن مخاوف أمنية في مناطق سكنها الأصلية، وأن 56% أعربوا عن فرص محدودة لأي انسجام مجتمعي في حال عودتهم. ويواصل أن 85% من تلك العوائل ليست لديها نيات بالعودة على الأقل خلال 12 شهرا القادمة. وأردف التقرير أن 38% من العوائل أعربت عن وجود هاجس الخوف والمصاعب النفسية لديهم، متابعاً أن 24% منهم خوفهم من تعرضهم للتمييز في التعامل معهم. وأفاد بأن الاستطلاع أظهر أيضاً أن 88% من العوائل أعربت عن عدم امتلاكها بيانات ولادة أو هويات رسمية لأطفالها. أما ما يتعلق بموضوع السكن وعدم توفره كسبب يمنع النازحين من العودة، أكد التقرير أن 62% من العوائل تحدثت عن تعرض بيوتها لأضرار جسيمة. تحدث الكاتب عبد السلام سبع الطائي في مقال نشره موقع صحيفة الميثاق الوطني عن قواعد القانون الذهبي لنجاح الثورة في العراق. تقاس معايير ومراحل الثورة بعلم اجتماع الثورة بالسلاسل الزمنية التي تمر بها الثورات والانتفاضات وما يرافقها من احتجاجات لتحقيق أهدافها، وأن العلامات الدالة لنجاح الثورة مرهونة بدرجات اقترابها من الشعب، وكلما اقتربت واتسعت شعبيتها ازدادت قوتها العددية في المجتمع. عجلت أيضا من انهيار النظام السياسي وتفكيك شرعيته، ولذلك يلجأ النظام في هذه اللحظات إلى استخدام الأساليب القسرية والقوة المفرطة كما حصل لشباب تشرين من جانب النظام الولائي لإيران، ولا منصة من القول إن هذه الإجراءات التعسفية تدل على أن الحراك الثوري التشريني قد حقق تقدما ملموسا نحو تحقيق أهدافه، على الرغم من كونهم في مراحلهم الأولى، إذ يقتضي ذلك في هذه الحال من شباب تشرين قراءة السلاسل الزمنية للثورة بإمعان لكي تتربع ثورتهم الفتية على عرشها بالانتصار النجس. نتابع. واقع الأمر يؤكد بأن الشعب العراقي على الأخص بداية ثورة تشرين أصبح مصدر السلطات بفضل ثوار تشرين الوطنيين. وتماشياً مع ما تم ذكره، بات ثوار تشرين حينها يشكلون برلمان الشعب،
وإنه لحري بنا أن نميز هنا بين محاولات تحجيم القوة العددية للثوار مقابل زيادة كثافة متظاهري التيار والإطار الإيرانيين من خلال قطع الطرق على ثوار الشعب التشرينيين وقتلهم وملاحقتهم، مقابل فتح الطرق وتوفير المنشآت المكيفة لمرتزقة الحكومة تياراً وإطاراً وإطعامهم لحم الغزال وسقيهم بقنان الماء البارد وتوفير مصرف جيب لهؤلاء الوطنشية والثورشية من ثوار تكسي الحكومة الذين هم أشبه بالهاتف العمومي لا يرن إلا بالنقود. إن محاولات زج هؤلاء المرتزقة بالتظاهرات لغرض احتواء القوة العددية لثوار تشرين ومن أجل دعم هذا التيار أو ذاك الإطار المنهار مسك الختام. لقد أسقطت الثورات السلمية حكومات متعددة بحكم القوة العددية للثوار وبفضل وحدة القيادة ورجاحة عقلها وقدرتها على المناورة، علاوة على إيمانها بأهمية رمزية المفكرين ودورهم المعنوي والتعبوي في التخطيط. والحكيم من اتعظ بغيره وبتاريخ تظاهرات وثورات الشعوب السلمية. يقول الكاتب مصطفى البرغوثي في مقال تحت عنوان فلسطين تلتهب تحت أقدام الاحتلال، ترافقت الذكرى 29 أو 29 لتوقيع اتفاق أوسلو هذا الأسبوع مع تصاعد في عمليات المقاومة الفلسطينية وتوتر شمل كل الأراضي الفلسطينية وتحريض إسرائيلي بشن حملات اقتحام عسكرية ضخمة ستنتهي إن حدثت حتما بمجازر وحشية جديدة في محافظتي نابلس وجنين، وتهديدات باقتحامات خطيرة للمستعمرين المستوطنين للمسجد الأقصى في أثناء العطل اليهودية. أذكر جيدا كيف استغرب كثيرون معارضتنا اتفاق أوسلو عندما وقع، وعندما كان مؤيدوه يغرقون في أوهام المراهنة على حسن النيات الإسرائيلية وفي أحلام تحول قطاع غزة إلى سنغافورة جديدة. ولم يحتاج الأمر لبضع سنوات حتى أدرك الجميع بمن فيهم من جهر بإدراكه ومن تستر عليه أن اتفاق أوسلو لم يجلب سلاما ولا حرية ولم يكن سوى فخ نصبته الحركة الصهيونية للقيادة الرسمية الفلسطينية لامتصاص نتائج الانتفاضة الأولى وكسب الوقت لاستعادة زخم التوسع الاستيطاني ولإحباط الفلسطينيين. ما تشهده الأراضي المحتلة منذ عام 2015 أقرب ما يكون لحالة انتفاضة ثالثة من نوع جديد تجري على شكل موجات متلاحقة من المقاومة بكل أشكالها، سواء كانت عمليات فردية أو هبات واسعة للمقاومة الشعبية كما عشناها في هبة الأقصى عام 2017 ومعركة القدس عام 2021 أو ما نشهده اليوم من تمرد شبابي على انغلاق الآفاق وقمع الاحتلال وشراسة نظام الأبارتهايد والتمييز العنصري الإسرائيلي والتجاهل الإسرائيلي والعالمي والتطبيع العربي وآلام الشعب الفلسطيني ومعاناته. يكتشف الكتاب والمحللون الإسرائيليون والمسؤولون الأمنيون اليوم ما كررنا قوله علناً طوال السنوات السبع الماضية أن فلسطين تغلي بالغضب وتعيش حالة انتفاضة جديدة، وأن الإجراءات الإسرائيلية جعلت السلطة عاجزة، وأن الفلسطينيين وخصوصا الأجيال الشابة فقدوا الثقة كليا بما يسمى حل الدولتين ونهج المفاوضات والمراهنة على تدخل أمريكي أو دولي، وفقدوا الثقة تماما بمن يصر على المراوحة في أروقة هذه المراهنات. ويبدو واضحا أن الشباب الفلسطينيين أعادوا اكتشاف ما اكتشفه آباؤهم من جيل الانتفاضة الأولى، أنه ما حك جلدك مثل ظفرك ولا سبيل للخلاص سوى الاعتماد على النفس وتنظيم الذات وتحدي ظلم الاحتلال. تتحدث صحيفة نيويورك تايمز عن التحديات التي تواجهها الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية في مقال للكاتب المعروف ديفيد ليونهارت الذي يرى وجود تهديدين
للديمقراطية يكمل بعضهما الآخر ويصفهما بالتوأم، ما يخلق واقعا جديدا يمكن أن يحول دون تمكن رئيس منتخب من تولي منصبه الرئاسي. وقبل الإسهاب في التركيز على واقع ذلك التوأم، يعود الكاتب بالذاكرة إلى القرن الماضي ليقول إن الولايات المتحدة الأمريكية شهدت خلاله اضطرابات سياسية عميقة لمرات عديدة، حيث تسبب الكساد الكبير في تشكيك الأمريكيين في النظام الاقتصادي للبلاد، كما شكلت الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة تغديدات من الحركات الشمولية العالمية، وشابت الستينات والسبعينيات من القرن الماضي اغتيالات وأعمال شغب وحرب خاسرة. وهنا يتحدث الكاتب عن اختلاف الفترة الحالية عن الفترة السابقة، حيث تجد الولايات المتحدة نفسها اليوم في موقف ليس له سابقة في تاريخها. نتابع. التهديد الأول وهو التهديد الحاد يتجلى في ظهور حركة متنامية داخل أحد الحزبين الرئيسيين في البلاد، وهو الحزب الجمهوري لرفض قبول الهزيمة في الانتخابات. ويعطي الكاتب مثالاً على ذلك وهو الهجوم العنيف من مناصري دونالد ترامب في السادس من كانون الثاني يناير 2021 على الكونغرس. الإشكالية في ذلك هي استمرار هذا المنحى منذ ذلك الحين، فهناك زعم مزور من مئات المسؤولين الجمهوريين المنتخبين في جميع أنحاء البلاد أن انتخابات 2020 كانت مزورة، وبعضهم يترشح لمناصب على مستوى الولاية من شأنها أن تشرف على الانتخابات المستقبلية، ومن المحتمل أن تضعهم في وضع يسمح لهم بإلغاء انتخابات عام 2024 أو ما بعدها. بعد ذلك ينتقل كاتب المقال إلى الحديث عن التهديد الثاني للديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويصفه بأنه تهديد مزمن ولكنه آخذ في الازدياد، حيث أصبحت سلطة وضع سياسة الحكومة منفصلة بشكل متزايد عن الرأي العام. المثال الأبرز هنا عن هذا الانفصال والذي يدرجه ديفيد ليونهارت في مقالته، وهو قرارات المحكمة العليا الأخيرة الشاملة وغير الشعبية وفقاً لاستطلاعات الرأي. أكدت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية أن حسابات بوتين الخاطئة في أوكرانيا انقلبت عليه، وقالت في افتتاحيتها إن هزيمة أوكرانيا للقوات الروسية في منطقة خاركيف لا تنذر بالضرورة بإنهاء سريع للصراع، لكنها تسلط الضوء أيضاً مجدداً على توقع الكرملين الخاطئ بأن حجم روسيا ومواردها العسكرية يعني أن أوكرانيا الأصغر ستقع في حضنها، وأن الأوكرانيين سيرحبون بمحرريهم الروس بالورود. وأشارت إلى خطأ بوتين ورجاله في افتراض أن القوات التي حشدت ستكون كافية لتحقيق الهدف المصغر المتمثل في الاستيلاء على شرق أوكرانيا والسيطرة عليه بالكامل لمجرد سحب موسكو قواتها من محيط كييف والشمال من دون تعبئة عامة. الافتراض الخاطئ الآخر لبوتين هو أن الدول الغربية قد تفقد الرغبة في فرض عقوبات تأديبية على روسيا يمكن أن تضر باقتصاداتها أيضاً، وقد تتلاشى الوحدة بسرعة وتضغط على كييف لإنهاء الحرب. وقد ثبت العكس، أن معارضة الغرب المنسقة أجبرت بوتين على التراجع عن افتراض آخر، هو أن الدول غير الغربية الرائدة وفي مقدمتها الصين ستقف معه من خلال مصلحة مشتركة في تحدي النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. إن إدراك مدى سوء تقدير بوتين هو سبب تشجع الديمقراطيات الغربية، ولكنه أيضاً سبب للحذر، لأن القائد المحاصر يمكن أن يكون خطيراً، وإذا وجد بوتين نفسه فعلاً في مواجهة هزيمة أوسع في أوكرانيا فإن توالي حساباته الخاطئة حتى الآن لا يعطي ثقة كبيرة بحكمة قراراته اللاحقة. نتابع الآن الرسوم الكاريكاتورية والوجه الآخر لحرية التعبير.
بين الجبال المرتفعة وعلى مسار الطريق الرئيس في إحدى ولايات ظفار في سلطنة عمان، تتوقف العديد من السيارات في منطقة تسمى نقطة انعدام الجاذبية لاختبار تجربة فريدة من نوعها تثير فضول الزوار. تقع النقطة على الطريق الواصل بين مدينتي مرباط وصلالة، وهي عبارة عن امتداد طريق يتحدى الجاذبية في ظاهرة طبيعية نادرة ضمن منطقة عقبة حشير في ولاية مرباط. الظاهرة الغريبة تجذب الزوار إلى المكان، حيث تصعد السيارات لأعلى تلال ويتدفق الماء للأعلى بدلا من الجريان نحو الأسفل المنحدر كما هو الحال عادة. وتعتبر ولاية مرباط من أبرز المناطق السياحية في السلطنة، إذ يتوافد إليها الزوار ممن يريدون تجربة ظاهرة انعدام الجاذبية التي تعد بقعة ممتعة للزيارات الفردية والعائلية على حد سواء. دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر بشأن كارثة محتملة ثانية لتفشي الأمراض بعد الفيضانات المدمرة الأخيرة التي اجتاحت مناطق في باكستان. وقالت منظمة في بيان لها إن الأطباء والعاملين الصحيين يتسابقون لمحاربة تفشي الأمراض المنقولة بالمياه والأمراض الأخرى بعد موجة الفيضانات العارمة التي اجتاحت البلاد. ورغم أن مياه الفيضانات بدأت تنحسر في أكثر المقاطعات تضرراً، فإن العديد من النازحين الذين يعيشون الآن في مخيمات مؤقتة يواجهون بشكل متزايد خطر الإصابة بالتهابات الجهاز الهضمي وحمى الضنك والملاريا. كما أصبحت المياه القذرة والراكدة في البلاد أرضاً خصبة لتكاثر البعوض بحسب المصدر نفسه. وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم غبريسوس عن قلقه الشديد إذا احتمال وقوع كارثة ثانية في باكستان. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. نهاية صدى الأقلام، نلقاكم بإذن الله.